يعطيكم العافية صميم، أنا زميلكم الطيب شكيرات. راح نشرح اليوم إن شاء الله شورت كت الأناتومي للماسكولار سيستم. طبعا هذا الملخص يعني كله حفظ وفي جداول كثير لازم نبصمها، تمام؟ راح أحاول إن شاء الله إني أسهل عليكم الحفظ قدر الإمكان. طيب بحكي لي we have more than 600 muscles in our body that have main function and may have minor one or two. يعني باختصار أنا عندي بجسمي أكثر من 600 عضلة وممكن يكون أو عفوا كل عضلة بيكون إلها وظيفة رئيسية main function وممكن يكون إلها زي minor أو وظيفة فرعية. بحكي لي muscle action is a force that has directions and move joint or other structure. أنا العضلات عندي بتمتلك قوة أو بتعطيني قوة باتجاهات، تمام؟ وعشان يتحرك لي joint أو structure آخر. بحكي لي rarely you have a joint that is moved by one muscle. نادراً أنا بيكون عندي مفصل بيتحرك بواسطة عضلة واحدة. بحكي لي they have the power of pulling so they pull bones, skin إلى آخره. They don't push. وهي نقطة مهمة إنه أنا العضلات عندي بتمتلك قوة سحب مش قوة دفع. طيب نحكي عن muscles of facial expressions أو العضلات المسؤولة عن تعبير الوجه. بحكي لي these muscles provide us with the ability to express a wide variety of emotions. يعني هاي العضلات بتعطيني القدرة إني أعبر تعابير متنوعة بوجهي. طيب نحكي عن هاي العضلات. أول عضلة عندي اللي هي الأوكسيبيتو فرونتاليس. طبعا هاي الجداول إخوان كلها بصم، تمام؟ بدنا نبصم هاي الجداول. طيب أول عضلة اللي هي الأوكسيبيتو فرونتاليس، لو نيجي نحلل الاسم بنلاقي إنه مكون من بارتين، فرونتاليس اللي هي جهة الفرونتال بون وأوكسيبيتاليس اللي هي جهة الأوكسيبيتال بون، تمام؟ لو نيجي نشوفها هيو هاي عندي الفرونتاليس، تمام؟ وهنا من وراء أنا في عندي الأوكسيبيتاليس. الفرونتاليس جهة الفرونتال بون والأوكسيبيتاليس جهة الأوكسيبيتال بون. طيب شو البوزيشن تاع الفرونتاليس؟ بحكي لي anterior part at frontal bone زي ما شفنا إنه الفرونتاليس موجودة عند الفرونتال بون. طيب الأوكسيبيتاليس موجودة عند الأوكسيبيتال بون. الفانكشن شو وظيفة الفرونتاليس؟ بحكي لي draws scalp anteriorly, raises eyebrows and wrinkles skin of the forehead horizontally as in a look of surprise. طيب يعني باختصار وظيفة الفرونتاليس إنها تسحب لي جلدة الرأس من الأمام. لما أنا أسحب أو تشد لي جلدة الرأس اللي من الأمام بترتفع عندي الحواجب وتجاعيد الجلد اللي بالجبين بتصير على شكل هوريزنتالي أفقي زي أنت لما تشوف مفاجأة أنت بترفع حواجبك فبالتالي بتنشد جلدة الرأس من الأمام فبالتالي بتصير عندي تجاعيد الجلد اللي بالجبين على شكل أفقي. طيب شو وظيفة الأوكسيبيتاليس؟ بحكي لي draw scalp posteriorly بتسحب لي أو بتشد لي جلدة الرأس من وراء. طيب خلونا نحكي معلومة زي هيك بس خلوها عندكم احتياطا. لو إجا سؤال شو اللي بربط لي الفرونتاليس مع الأوكسيبيتاليس اللي هي الإبيكرينيال أبونيروسيز أو بسموها جاليا أبونيروتيكا، تمام؟ إلها اسمين إبيكرينيال أبونيروسيز أو جاليا أبونيروتيكا. هاي المعلومة خلوها عندكم يعني هي مش موجودة بالتفريغ. طيب نروح للعضلة الثانية اللي هي الأوربيكولاريس أوريس. بحكي لي muscle fibers surrounding opening the mouth اللي هي هاي هي شايفين هاي العضلة هاي اسمها أوربيكولاريس أوريس اللي هي المحيطة فتحة الفم، تمام؟ شو وظيفتها؟ بحكي لي closes the mouth and protrudes lips as in kissing. يعني بتغلق لي الفم وبتبرز لي الشفتين زي بالكيسينج. طيب بحكي لي هون notes أوربيكولاريس شو معناها circular وأوريس معناها فم، هاي كترمينولوجي يعني. طيب ثالث عضلة اللي هي levator labii superioris اللي هي هاي هي لو نيجي نشوفها هاي هي levator labii superioris، تمام؟ وين موجود؟ بحكي لي upper the lip فوق الشفة العلوية زي ما شفنا. شو وظيفتها؟ move up the superior lip إنها بترفع لي الـ superior lip أو الشفة العلوية، تمام؟ شو الأوريجين تاعها؟ الدكتور حكى إنه الأوريجين تاعها زيجوماتيك بون بس بالكتاب مكتوب إنها مجزلة superior to infraorbital foramen هذا الأوريجين تاعها. طيب بحكي لي هون نوتس muscles number 3 و 4 5 work together to show tooth اللي هي elevator labia superioris والresorius والdepressor labia inferioris. هذول الثلاث بيشتغلوا مع بعض عشان يبينوا لي او يبرزوا لي الاسنان، تمام؟ طيب نحكي عن الresorius. بحكي لي at angles of the mouth اللي هي هاي هي هاي هي الresorius لو تلاحظوا مربوطة مع زاوية الفم، تمام؟ شو وظيفتها؟ بحكي لي angles of the mouth go to the lateral side slight smile.
طيب يعني انا هسه مش الريسوريس عندي مربوطه بزاويه الفم، طيب جرب ابتسم هيك ابتسامه خفيفه، تمام؟ يعني بدون مش انك تبرز اسنانك، لا هيك ابتسامه خفيفه انك تحرك الشفتين شوي. مين المسؤول عن هذا الكلام؟ اللي هي الريسوريس، لانها يعني مربوطه اصلا بزاويه الفم. شو الاوريجن تاعها؟ بحكي لي فيشيا اوفر باروتيد او سلايفري جلاند، يعني الاوريجن تاع الريسوريس اللي هي طبقه الفيشيا تاعت الباروتيد او السلايفري جلاند اللي هي الغده اللعابيه، تمام؟ ديبريسور لابياي انفيريوريس اللي هي هاي هي ديبريسور لابياي انفيريوريس، تمام؟ طيب شو بحكي لي؟ under the lower lip، وين مكانها؟ اللي هي تحت الشفة السفلية زي ما شفنا. شو وظيفتها؟ انها بتسحب لي الشفة السفلية لأسفل، drown down the lip، تمام. الكوريجيتورز سوبر سيلياي اللي هي هاي هي حمسنا، هاي هي الكوريجيتورز سوبر سيلياي، خلينا نشيل هاي عشان نقدر نشوفها منيح. طيب هاي هي الكوريجيتورز سوبر سيلياي، تمام. بحكي لي draws eyebrow inferiorly، مش حكينا قبل شوي الفرونتاليس انها بترفع لي الحواجب؟ طيب شو اللي بينزل الحواجب لتحت؟ اللي هي الكورجيتور سوبر سيلياي. بحكي لي wrinkled skin of the forehead vertically frowning، طيب يعني بحكي لي انه انا هسه بس انزل حواجب لتحت، لو تلاحظوا المنطقة هاي اللي بين الحواجب بيكون في عندي هون زي تجاعيد بالجلد، بتكون على شكل فيرتيكالي او على شكل عمودي زي الفرونينج او التجهم. انت لما تتجهم بتنزل الحواجب لتحت، والتجاعيد الجلد اللي بالجبين بتكون على شكل فيرتيكالي او على شكل عمودي. طيب شو الاوريجين تاعها؟ بحكي لي its origin medial end of the superciliary arch of the frontal bone. طيب شايفين منطقة الحواجب هاي؟ هاي اسمها superciliary arch. طيب الميديال اند اوف سوبر سيلياري ارتش اللي هي هاي هي، من هون الاوريجن تاع الكوريجيتور سوبر سيلياي، هيها من هون بتبدا، تمام. طيب الزايجوماتيكوس ميجر والزايجوماتيكوس ماينر اللي هي بحكي لي وين مكانها، انجلز اوف ذا ماوث اللي هي لو نيجي نشوفها اللي هي هاي هي، هاي عندي الزايجوماتيكوس ماينر وهاي الزايجوماتيكوس ميجر، تمام. لو تلاحظوا الماينر عندي فوق الميجر، تمام. طيب شو وظيفة الميجر؟ بحكي لي draws angle of the mouth superiorly and laterally as in smiling. هون السمايلينج بيختلف عن اللي فوق اللي حكينا قبل شوي بالريسوريس. بالريسوريس حكيت لكم ابتسامة خفيفة هيك بدون ما اطلع الاسنان. طيب لما انا ابتسم هيك او اضحك يعني انه الاسنان عندي تبين، لو تلاحظوا يعني حط اصابعك هيك على زوايا الفم، تمام، واضحك، راح تلاحظ انه زوايا الفم بتروح لفوق ولاترالي، تمام. مين المسؤول عن هذا الكلام؟ اللي هي الزايجوماتيكوس ميجر. طيب الزايجوماتيكوس ماينر شو بتعمل لي؟ بحكي لي raises upper lip exposing maxillary upper teeth، يعني انها بترفع لي الشفه العلويه عشان تبرز لي الفك العلوي او الاسنان العلويه، تمام. شو الاوريجين تاعها؟ من اسمها زايجوماتيكوس ميجر يعني او زايجوماتيكوس ماينر، من الزايجوماتيك بون، هذا الاوريجين تاعها. طيب بحكي لي هون نوت ذا ماينر از ابر ذان ميجر، زي ما ورجيتكم انه الزايجوماتيكوس ماينر فوق الزايجوماتيكوس ميجر، تمام. نحكي عن اوربيكولاريس اوكيولاي اللي هي عضله العين. شو بحكي لي عنها؟ سيركولار مسل اراوند ذا اوربت، يعني هي عضله دائريه حوالين العين اللي هي هاي هي الاوربيكولاريس اوكيولاي. طيب شو وظيفتها؟ كلوز اي، بتسكر لي العين. طيب الاوريجن تاعها الميديال وول اوف اوربيتال، اللي هو يعني الميديال وول اوف اوربيتال، يعني انا مش هاي عندي العين وهون عندي الميديال وول، فهون عندي الاوريجن تاع الاوربيكولاريس اوكيولاي، تمام. نروح للدبريسور انجولاي اوريس اللي هي هاي، لو تلاحظوا مربوطه مع زاويه الفم من اسفل، تمام. شو بحكي لي؟ drawing angle of mouth laterally and inferiorly، يعني بتسحب لي زوايا الفم لأسفل ولاترالي. قبل شوي بس حكينا عن الزايجوماتيكوس ميجر، حكينا إنها بتسحب لي زوايا الفم superiorly ولاترالي، صح؟ الدبريسور انجولاي اوريس بتسحب لي زوايا الفم inferiorly ولاترالي. طيب بحكي لي هون ماندبل از ات اوريجين، يعني انه الاوريجين تاع الدبريسور انجولاي اوريس اللي هو الماندبل، تمام. هيك بنكون حكينا عن المسلز اوف فيشل اكسبريشن. نحكي عن المسلز اوف ريسبيراتوري او عضلات التنفس، بريثنج بامب مسلز،
اول شيء انا بقسم المسلز اوف ريسبيراتوري لانسبيراتوري مسلز اللي هم اللي بيساعدوني بالشهيق، والاكسبيراتوري مسلز اللي هم بيساعدوني بالزفير. فشو بحكي لي عن الانسبيراتوري مسلز؟ مسلز ذات هيلبفول ان اكسباندينج ذا ثوراسيك كافيتي انهيليشن، يعني هي العضلات اللي بتوسع لي التجويف الصدري، يعني باختصار بصير عندي شهيق. تمام، انا بقسمها لقسمين. القسم الاول اللي هو البرايمري ماسلز او العضلات الرئيسيه اللي هي المين ماسلز، بحكي لي ذات وي كان كانت لايف وذاوت ات، ما بنقدر نعيش بدونهم، راح نموت. طيب شو هم البرايمري ماسلز؟ اللي هم الديافرام والاكسترنال انتركوستال ماسلز. تمام، مره ثانيه انا عندي المسلز اوف ريسبيراتوري بقسمهم لقسمين، انسبيراتوري واكسبيراتوري. الانسبيراتوري بقسمهم لقسمين، برايمري واكسسوري. البرايمري اللي انا ما بقدر اعيش بدونهم اللي هم الديافرام والاكسترنال انتركوستال مسل. الاكسسوري مسلز او العضلات المساعده من اسمهم هي اللي بتساعد لي البرايمري. تمام، طيب نحكي عن الاكسبيراتوري مسل، بحكي لي مسلز ذات كومبريس ذا ثوراسيك كافيتي، اللي هي بتضغط لي او بتصغر لي حجم التجويف الصدري اللي هو الزفير، بصير عندي الزفير هون. تمام، بقسمها لقسمين برضه، انترنال انتركوستال مسلز وابدومينال مسلز. الانترنال انتركوستال مسلز بحكي لي they draw adjacent ribs together during forced exhalation to help decrease the size of thoracic cavity، يعني انها بتسحب لي الاضلاع اللي بتكون متجاوره مع بعض عشان تصغر لي حجم الثوراسيك كافيتي، عشان لما يكون عندي forced exhalation او زفير قوي. تمام، الابدومينال ماسلز او عضلات البطن بحكي لي when you cough you put your hand in your abdominal muscles and you can feel that they are contracting، يعني بحكي لي لما باختصار لما انت تكح حط ايدك على بطنك وجرب كح، راح تشوف انه عضلات بطنك بتشد. تمام، فهي بتساعدني بالاكسبيريشن. نلخصها على السريع، انا المسلز اوف ريسبيراتوري بقسمهم لقسمين، انسبيراتوري واكسبيراتوري. الانسبيراتوري اللي بيساعدوني بالشهيق بقسمهم لقسمين، برايمري واكسسوري. البرايمري ما بقدر اعيش بدونهم اللي هم الديافرام والاكسترنال انتركوستال ماسلز، والاكسسوري ماسلز اللي هم بيساعدوا لي البرايمري. الاكسبيراتوري ماسلز اللي هم بيساعدوني بالزفير، اللي هم انا بقسمهم لانترنال انتركوستال ماسلز وابدومينال ماسلز. الانترنال انتركوستال ماسلز بسحبوا لي الأضلاع المتجاورة مع بعض عشان يصغروا لي حجم الثوراسيك كافيتي. تمام، نيجي نحكي عن الديافرام، بحكي لي its convex superior surface from the floor of thoracic cavity and inferior surface from the roof of the abdominal cavity muscle that power that powers breathing main respiratory pump. يعني باختصار أن الديافرام عندي بيجي على شكل convex، على شكل محدب. تمام، بحكي لي انه الروف تاعت الديافرام بتشكل لي ارضية الثوراسيك كافيتي، والفلور تاعت الديافرام بتشكل لي الروف تاع الابدومينال كافيتي. شو معنى هالكلام؟ انا هي عندي الديافرام صح؟ مش هذا عندي الديافرام، الروف او سقف الديافرام بشكل لي ارضية الثوراسيك كافيتي اللي هو هذا، وارضية الديافرام بتشكل لي سقف الابدومينال كافيتي. تمام هيك؟ تمام. طبعا الديافرام اللي هي المين ريسبيراتوري بامب، او هي اهم عضلة عندي بالتنفس. تمام، بحكي لي انه الديافرام بيبدا من عدة مناطق، شو هي هاي المناطق؟ اول منطقة بحكي لي it comes from number 1 number 2 number 3 at the right from number 1 number 2 at the left، يعني الديافرام عندي من اليمين بيبدا من عند النمبر 1 والنمبر 2 والنمبر 3، ومن اليسار من عند النمبر 2 والنمبر 3 النمبر 1 والنمبر 2 عفوا. تمام، يعني الديافرام بيبدا من عند النمبر من اليمين من عند نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3، ومن اليسار من عند نمبر 1 ونمبر 2. تمام، بحكي لي ثاني منطقه بيبدا من عندها الديافرام اللي هي زايفويد بروسيس اوف ستيرنم انتيريرلي، هيو زي ما احنا شايفين هاي الديافرام عندي هاي الزايفويد بروسيس صح. الديافرام عندي ببلش من عند برضه الزايفويد بروسيس. ثالث منطقة الكوستر كارتليج and adjacent portion adjacent portions of inferior ribs من 7 إلى 12، يعني باختصار الكوستر كارتليج. تمام، واللي هي يعني من عند الانفيريور ريبس من 7 إلى 12 اللي هو زي ما احنا شايفين هيو عندي. لو تلاحظوا هاي الدايفرام عندي
عندي هون من 7 ل 12 الريبس، تمام؟ ببلش من هاي المنطقة كمان. طيب نحكي عن التندونز أو الأوتار الموجودة بالديافرام. بحكي لي right crust is going to turn around the esophagus. It comes from number 1, number 2, number 3. طيب نرجع لهالكلام هسه. Left crust it does not turn around the esophagus and they come from only 1 and 2 lumbar vertebral. So it's shorter than the right one. طيب باختصار أنا هنا في عندي إشي بسميه رايت كراس اللي هي هاي هي. شايفين هاي الرايت كراس هيك جاية ولافة على الفتحة اللي بيطلع منها الإسوفيجس. هاي أنا بسميها كافال أوبينينج اللي هي الفتحة اللي بيطلع منها الإسوفيجس، تمام؟ لو تلاحظوا الرايت كراس جاية هيك وبتلف حوالين الإسوفيجس، تمام؟ طبعا بتمتد من عند اللمبر 1 واللمبر 2 واللمبر 3، تمام؟ الليفت كراس اللي هي هاي هي لو تلاحظوا هاي هي الليفت كراس هيك ما بتلف حوالين الإسوفيجس، هي بس هاي هيك، تمام؟ بحكي لي هي عند او هي بتكون من عند اللمبر 1 واللمبر 2، فهي اقصر من الرايت كراس، تمام؟ طيب كيف نحفظهم؟ هسه مش حكينا قبل شوي انه انا عندي الدايفرام بيبلش من اليمين من عند اللمبر 1 واللمبر 2 واللمبر 3، كمان الرايت كراس من عند اللمبر 1 واللمبر 2 واللمبر 3. طيب مش حكينا الدايفرام من الليفت ببلش من عند لمبر 1 لمبر 2، كمان الليفت كريس ببلش من عند او بيكون على مستوى اللمبر 1 واللمبر 2، فربطوهم مع بعض، تمام؟ طيب ثالث وتر عندي اللي هو السنترال تندون. بحكي لي it's not a circle, it's made of three leaflets, three distinct areas, right, central and left. And the right part has a part of the inferior بنكابة. تمام. أنا في عندي شايفين هاي المنطقة البيضاء بالديافرام. هاي أنا بسميها central tendon. تمام هاي المنطقة البيضاء. أنا بسميها central tendon. وقسمها لثلاث أقسام. Right وcentral وleft. الرايت بتحتوي على فتحة بيطلع من عندها الانفيرير بنكابة. بالهاشي. تمام؟ تمام. طيب بحكي لي central tendon fuses with the inferior part of the pericardium and pleura. باختصار أنا عندي central tendon بتكون مربوطة بالpericardium تاعت الهارت، تمام؟ أو بتكون متصلة مع البيريكارديوم تاعت الهارت، مشان هون عندي الهارت، فهي بتكون متصلة مع البيريكارديوم تاعت الهارت وبتكون متصلة مع البلورا تاعت الرئتين تاعت اللنكس، تمام؟ تمام. بحكي لي inferior vena cava at level of T8. بحكي لي the large vein that coming from the lower part of the body and going to the right side of the heart. الinferior vena cava هو أكبر وريد عندي بالجسم، بيجي من تحت يعني بيودي لي الدم الغير المؤكسج من أسفل الجسم لعند الرايت سايد تاع الهارت، تمام؟ بحكي لي diaphragm movement help in return of venous blood through the inferior vena cava. يعني حركة الديافرام بتساعدني إنها ترجع لي الدم عبر الانفيريور فينا كافا للرايت سايد اوف ذا هارت، تمام؟ تمام. طيب بحكي لي ذا ليجمنتس او شو الاربطه الموجوده بالديافرام. بحكي لي انا عندي 3 ليجمنتس. اول واحد ميديال اركويت ليجمنت، بحكي لي this is consider fascia comes from psoas major laterally. طيب خلينا نشوف شو معنى هالكلام كله. شايفين هاي العضله عندي، هاي العضله اسمها psoas major. طيب طبقه الفاشيا تاعت psoas major هون انا في عندي ميديال اركويت ليجمنت، ميديال باللام، تمام؟ بحرف ال ميديال اركويت ليجمنت جاي من عند السواس ميجر، تمام؟ هذا اول ليجمنت عندي. ثاني ليجمنت لاترال اركويت فاشيا، بحكي لي كمز فروم انذر ماسلز مور لاترالي. طيب انا هون في عندي عضله اسمها كوادريتس لامبورم، تمام؟ هاي العضله طبقه الفاشيا تاعيتها بيجي فيها اللي هي لاترال اركويت ليجمنت او بسموها لاترال اركويت فاشيا اللي هي هاي هي. شايفين هاي اللي باللون الاصفر، هاي هي لاترال اركويت فاشيا او بسموها لاترال اركويت ليجمنت اللي بدكم اياه، تمام؟ جايه مور لاترالي اكثر من هاي، تمام؟ صار عندي لهسه ميديال اركويت ليجمنت اللي هي هاي هي ولاترال اركويت ليجمنت اللي هي هاي هي. ثالث ليجمنت اللي هو ميديان اركويت ليجمنت بالنون بحرف الان، median arcuate ligament بحكي لي found around the aorta، تمام؟ لو تلاحظوا
شايفين هاي الفتحة؟ أنا من هنا بمر عندي الأورطة، هيو لو أجي أورجيكم، أنا هيو هنا عندي الأورطة بمر عبر هاي الفتحة. هاي الفتحة أنا هنا في عندي طبقة فيشيا بسميها كيف بدي أجيبها هاي هسا هيك. طيب أنا هنا في عندي طبقة فيشيا اسمها ميديان أركويت ليجمنت، اللي هي جاية محيطة بالأورطة، تمام؟ فأنا صار عندي 3 ليجمنتس، ميديال أركويت ليجمنت اللي هي هاي اللي هي جاية من الفيشيا تاعت السواس ميجر، لاترال أركويت ليجمنت اللي هي جاية من الفيشيا تاعت الكوادريتس لامبورم، والميديان أركويت ليجمنت اللي هي جاية محيطة بالأورطة، تمام؟ تمام. شو بيعرف لي الفيشيا؟ بيحكي لي فيشيا از ا لاير اوف كونكتيف تيشو، الفيشيا هي عبارة عن طبقة من الكونكتيف تيشو. تمام. نحكي عن الستركتشر اللي بيمروا عبر الديافرام. اول اشي بحكي لي كافال اوبننج انفيريور فينا كافا اوبننج ات ليفل اوف تي 8 قبل ورجيتكم اياها، شايفين هاي الفتحة؟ هاي الفتحة اللي هي لحظة انا عجقنا شوي اخوان، خلينا نشيل هاي هيك. تمام، هاي الفتحة اسمها كافال اوبننج اللي بمر عبرها الانفيريور فينا كافا، تمام، على مستوى الـ T8. تمام، عندي ثاني ستراكشر اللي هو الإسوفيجيال هياتس اللي بمر عبره الإسوفيجس على مستوى الـ T10، تمام؟ لحظة خلينا اللي هي هاي مش حكيت لكم قبل شوي إنه أنا هون عندي بمر الإسوفيجس، صح؟ هاي الفتحة شو اسمها؟ إسوفيجيال هياتس، بمر عبرها الإسوفيجس بتكون عند مستوى الـ T10. تمام، ثالث ستراكشر اللي هو الاورتك هياتس بحكي لي اورتا اوبننج اللي هي فتحه الاورتا عند مستوى الدي 12 اللي هي هاي مش قلنا قبل شوي انه من هون بمر عندي الاورتا، صح؟ هاي اسمها اورتك هياتس عند مستوى الدي 12. فانا صار عندي 3 ستراكشرز بمروا عبر الديافرام، الانفيريور فينا كافا بمر عبر الكافال اوبننج عند مستوى الدي 8، الإسوفيجس بمر عبر الإسوفيجيال هياتس عند مستوى الـ T10، والأورتا بمر عبر الأورتك هياتس عند مستوى الـ T12. تمام، بحكي لي the first part from aorta found in thoracic and comes down between left crest and right crest to the abdomen in the midline and becomes abdominal aorta. يعني باختصار أنا هون مش ورجيتكم قبل شوي إنه الأورتا بمر من هون، مش حكينا هون انا عندي هون الرايت كراس وهون عندي الليفت كراس زي ما حكينا قبل شوي ان الرايت كراس اطول من الليفت كراس. طيب انا هون عندي الاورطة بمر، يعني هون باختصار بحكي لي انه الاورطة بيجي عندي من الثراسيك كافيتي بعدين بمر عبر الديافرام بين الرايت كراس والليفت كراس وبدخل على الابدومينال كافيتي فبصير اسمه ابدومينال اورطة. تمام تمام. الانرفيشن او شو العصب اللي بيغذي لي الديافرام اسمه فرينيك نيرف، فبحكي لي انرفيشن فرينيك نيرف فروم سيرفيكال سباينال نيرف فروم سي 3 تو سي 5. تمام تمام. طيب بحكي لي pathway of action، بحكي لي when these muscles muscles of the diaphragm contact the central tendon comes down and pushes the abdominal organs viscera inferiorly and expand the chest cavity so lungs will expand and the air get in inhalation. هذا الكلام كله أخذناه بالفيسيو. أنا كيف بصير عندي الشهيق؟ طيب أنا عندي الديافرام بنزل لتحت، صح؟ وبنزل لي الـ يعني الأعضاء تاعت البطن أو الأحشاء للأسفل، صح؟ فبالتالي بتوسع عندي تجويف الصدري، بتتوسع الرئتين، فبصير عندي الشهيق. تمام تمام. طيب نحكي عن الانتركوستال ماسلز. طيب نحكي عن الانرفيشن أول شيء عشان نخلص منه، أو شو العصب اللي بغذي لي الانتركوستال ماسلز اللي هو الانتيرير ريماي أوف ثوراسيك سباينال نيرف تي 2 تو تي 12. تمام، هذا العصب اللي بغذي لي الانتركوستال ماسلز. طيب الانتركوستال ماسلز انا بقسمهم لقسمين، اكسترنال انتركوستال ماسلز اللي هم بيساعدوني بالشهيق، وانترنال انتركوستال ماسلز اللي هم بيساعدوني بالزفير. طيب الاكسترنال انتركوستال ماسلز بحكي لي 11 بيرز 11 زوج responsible for inspiration زي ما حكينا بيساعدوني بالشهيق. بحكي لي the fibers run in an oblique direction inferiorly and anteriorly from the inferior border of rib above to the superior border of the rib below. شو معنى التخبيص كله؟ طيب خلونا نيجي نشوف شو معنى هالكلام.
طيب انا هنا عندي يا اخوان الاكسترنال انتركوستال ماسلز، تمام؟ كيف حركه الفايبرز او الالياف تاعه الاكسترنال انتركوستال ماسلز؟ بحكي لي انها بتبلش اول إشي من انفيريرلي من ورا، تمام؟ وبعدين بتستمر على شكل مائل اوبليك زي ما انتم شايفين، هيها مش جايه على شكل مائل، تمام؟ بحكي لي انها حركه الفايبرز بتكون من عند الانفيريور بوردر للضلع العلوي للسوبيريور بوردر للضلع اللي تحته. نيجي ناخذ مثال، مش انا هنا عندي اول ضلع صح؟ طيب كيف كيف الاكسترنال انتركوستال مسل الفايبر تاعته كيف بتمشي؟ بتبلش من هون، تمام؟ بتبلش من الانفيريور بوردر، هيو الحد السفلي للضلع الاول، تمام؟ طبعا هذا مش الضلع الاول بس انا باخذ كمثال، تمام؟ بتبلش من عند الحد السفلي للضلع الاول، وبعدين بتبلش تنزل لتحت عبين ما توصل للحد العلوي للضلع اللي تحته، تمام؟ هيك هي حركه الفايبرز تاعت الاكسترنال انتركوستال مسلز. احفظوها منيح بلاش تتخربط بعد شوي. هيو انا عندي الاكسترنال انتركوستال مسلز بتبلش من الحد السفلي للضلع اللي فوق وبتستمر للحد العلوي للضلع اللي تحته، تمام؟ تمام. طيب بحكي لي anteriorly fibers don't reach the sternum so we have another gap filled by a membrane that called external intercostal membrane. شو معنى هالكلام؟ شايفين يا اخوان من قدام انا عندي الانتر، هي الاكسترنال اللي باللون الاصفر، الاكسترنال انتركوستال ميمبرين او عفوا الاكسترنال انتركوستال ماسلز ما بتوصل للاسترنم صح؟ طيب شو هي الطيب اللي مربوطه بالاسترنم؟ هاي اسمها اكسترنال انتركوستال ميمبرين. انا هون عندي زي عباره عن فراغ، هذا الفراغ بيكون مملوء بغشاء اسمه اكسترنال انتركوستال ميمبرين، تمام؟ تمام. بحكي لي before inhalation we have to fix the first rib by neck muscles scalene and sternocleidomastoid. يعني بحكي لي انا قبل ما اخذ الشهيق لازم اثبت الضلع الاول. كيف بثبته؟ بثبته بواسطه عضلات الرقبه اللي هم السكالين والسترنوكلايدوماستويد، راح نفصل فيهم بعد شوي. طيب بحكي لي after fixing the first rib external intercostal muscles contract to elevate من الضلع الثاني لل 12 to help the expand thoracic cavity. هاي راح تتعدل هسه. طيب يعني بحكي لي انا هسه مش قلنا انه ثبتنا الضلع الاول صح؟ بعد ما اثبت الضلع الاول الاكسترنال انتركوستال ماسلز راح ترفع لي الاضلاع من 2 ل 12 عشان توسع لي التجويف الصدري عشان تتوسع الرئتين، فبالتالي انا بصير عندي الشهيق، تمام؟ تمام. هيك حكينا عن الاكسترنال انتركوستال ماسلز، نحكي عن الانترنال انتركوستال ماسلز. طيب بحكي لي برضو انهم 11 زوج responsible for expiration، مسؤولة عن الزفير. طيب بحكي لي the fibers go in oblique direction from the superior border of the lower rib to the inferior border of the rib above. They reach the sternum. طيب لو حكينا لو تتذكروا حكينا قبل شوي الاكسترنال انتركوستال ماسلز كيف حركة الفايبرز من الحد السفلي للضلع اللي فوق للحد العلوي للضلع اللي تحته صح؟ صح. طيب كيف حركة الانترنال انتركوستال ماسلز عكس الاكسترنال؟ هي عندي الانترنال انتركوستال ماسلز صح؟ اول اشي جاية اوبليك زي الاكسترنال مايلة صح؟ كيف حركة الفايبرز؟ الحركة بتكون من عند السوبيريور بوردر للضلع اللي تحت لعند الانفيريور بوردر للضلع اللي فوق، يعني عكس الاكسترنال. الاكسترنال ماشية زي هيك من فوق لتحت، الانترنال ماشية العكس من تحت لفوق، من الحد العلوي للضلع السفلي للحد السفلي للضلع العلوي، تمام؟ يعني لو أخذنا مثال هذا الريب، هيو انا اللي عندي الانترنال انتركوستال ماسل بتبلش من هون من الانفيريور بوردر من السوبيريور بوردر لهذا الريب، وبتتجه وين؟ للانفيريور بوردر للضلع اللي فوقه، وبحكي لي انها بتوصل للاسترنم عكس الاكسترنال. حكينا انه الاكسترنال ما بتوصل للاسترنم بس الانترنال بتوصل للاسترنم، تمام؟ تمام.
بحكي لي the internal intercostal muscles don't start immediately from the back some distance from the back on the level of the tubercle of the ribs each rib has a tubercle in this gap we found a membrane called internal intercostal membrane. شو معنى هالتخبيص كله؟ طيب معنى هالكلام يا اخوان لو نيجي من ورا شوفوا الـ internal intercostal membrane ما بتبلش من ورا على طول لا في عندي هون زي فراغ هذا الفراغ بيكون مملوء بغشاء شو اسم الغشاء internal intercostal membrane بتحاششي قبل شوي حكينا الـ external intercostal membrane ما بتوصل للسترنم صح بيكون عندي زي فراغ هذا الفراغ بيكون مملوء بغشاء اسمه external intercostal membrane الـ internal intercostal membrane ما بتبلش من ورا على طول لا بيكون عندي زي فراغ هذا الفراغ بيكون مملوء بغشاء شو اسم هذا الغشاء internal intercostal membrane طيب معناته من وين بتبلش الـ internal intercostal membrane بتبلش من عند التيوبيركل تاعت الريبس مش انا عندي لكل ريب في تيوبيركل من عند التيوبيركل هاي اللي هي هون تقريبا بتبلش عندي الـ internal intercostal membrane اللي هي هون تمام هون عندي التيوبيركل تاعت هذا الريب من هون بتبلش الـ internal intercostal membrane زي ما حكينا انه الفايبر بتحرك من عند الـ superior border من هون لا الانفيريور بوردر للضلع اللي فوقه تمام بحكي لي before expiration we have to fix the 12th rib by quadratus lumborum and oblique muscle of anterior abdominal wall then the intercostal muscle lower the first to 11th ribs during forced exhalation to help decrease the size of thoracic cavity تمام يعني بحكي لي قبل ما انا اطلع الزفير تمام شو بسوي بثبت الضلع الاخير اللي هو رقم 12 عكس الشهيق الشهيق مش حكينا بنثبت الضلع الاول بالزفير انا بثبت الضلع الاخير كيف بثبته بواسطه عضلتين اللي هم الكوادريتس لامبورم والاوبليك مصل الاوبليك مصل طبعا راح نفصل فيهم هسه بعد شوي بتكون مش يعني هسه مش لازم نشوفهم طيب بعد ما نثبتهم بعد ما نثبت عفوا الضلع رقم 12 الانترنال انتركوستال مصلز راح ينزل لي الأضلاع من 1 ل 11 عشان يصير عندي الزفير القوي تمام الفورس اكزاليشن عشان يصغر لي حجم التجويف الصدري خليني اختصر عليكم الوضع كله انا بالشهيق شو بسوي بثبت الفيرست تريب صح بواسطه عضلات الرقبه اللي هم السكالن والستيرنوكلايدوماستويد بعدين الاكسترنال انتركوستال مسل راح يرفعوا لي الريبس عشان يوسعوا لي التجويف الصدري عشان تتوسع الرئتين فبدخل الهواء للرئتين طيب بالزفير انا شو بسوي بسوي العكس بثبت الضلع رقم 12 تمام بعدين الانترنال انتركوستال ماسلز راح تنزل لي الاضلاع من 1 ل 11 عشان تصغر لي حجم الثوراسيك كافيتي فبالتالي انا بصير عندي الاكزليشن او الزفير تمام نحكي عن الاكسسوري muscles بحكي لي اني muscle that has an attachment to the rib باختصار اي عضله بتكون مربوطه بالريبس او بالاضلاع هاي بتكون اكسسوري muscles عضله مساعده طيب نحكي عن الاكسسوري muscles للانسبيريشن او اللي بتساعدني بالشهيق طيب اول شيء عندي الستيرنوكلايدوماستويد او الستيرنوماستويد muscle in the neck راح نشوفهم لقدام هسه وعندي السكالين muscle وعندي البيكتوراليس ميجر شو بحكي لي عنها big muscle in the anterior chest wall and minor يعني انا عندي pectoralis minor كمان وعندي كمان serratus anterior and internal oblique muscle and latissimus dorsi هاي كلها يا اخوان رح نحكي عنها لتحت بس احفظوا لي شو هم العضلات اللي بيساعدوا لي الشهيق او الاكسسوري انسبيراتوري ماسلز اللي هم ستيرنوماستويد ماسل بالرقبه والسكالن ماسل والبيكتوراليس ميجر والبيكتوراليس ماينر وكمان السيريتس انتيرير والانترنال اوبليك ماسل واللاتسمس دورسي تمام طيب شو العضلات اللي بتساعدني بالزفير الاكسسوري اكسبيراتوري ماسلز اللي هم الابدومينال ماسلز عضلات البطن شو هم عضلات البطن اكسترنال اوبليك انترنال اوبليك ريكتس ابدومينس ترانسفيرس ابدومينس راح نشوفهم يا اخوان هسه بعد شوي بحكي لي ذيس ماسلز ار ريسبونسبل فور فورست اكسبيريشن لايك كف هسه انا بس اكح الكحه عباره عن شو عن زفير قوي صح يعني انت جرب كح راح تلاحظ انك بتطلع هواء يعني هي زفير قوي طيب بالزفير القوي هذا مين بيشتغل عندي الابدومينال ماسلز اللي هم الاكسترنال اوبليك الانترنال اوبليك الريكتس ابدومينس والترانسفيرس ابدومينس
طيب وكمان مين كمان عندي؟ الكوادريتس لامبورم اللي هي زي ما اتفقنا قبل شوي انها بتثبت لي الضلع رقم 12 مع السيريتس بوستيرير انفيرير. نراجعهم السريع، شو العضلات الاكسسوري انسبيراتوري ماسلز؟ ستيرنو ماستويد ماسل بالرقبه، سكالن ماسل، بكتوراليس ميجر وبكتوراليس ماينر، والسيريتس انتيرير والانترنال اوبليك ماسل واللاتسمس دورسي. تمام، او اللاتسمس دورسي. طيب الاكسسوري اكسبيراتوري ماسلز اللي هم عضلات البطن باختصار، اللي هم الاكسترنال اوبليك، الانترنال اوبليك، الريكتس ابدومينس، ترانسفيرس ابدومينس. هاي العضلات بتساعدني بالزفير القوي زي لما اكح. وعندي الكوادريتس لامبورم اللي هي زي ما اتفقنا انها بتثبت لي الضلع رقم 12، وعندي كمان السيريتس بوستيرير انفيرير. راح نشوف طبعا يا اخوان هاي العضلات هسه لقدام. تمام تمام. طيب نحكي عن الابدومينال ماسلز او اللي هي عضلات البطن. اول عضله عندي اللي هي الاكسترنال اوبليك ماسل اللي هي هاي عندي الاكسترنال اوبليك ماسل. الاوريجين تاعها شو هو؟ بحكي لي الريبس من 5 ل 12، الاضلاع من 5 ل 12. الانسيرشن تاعها الالياك كريست، اللينيا البا. اللينيا البا يا اخوان خليني اورجيكم اياها من هسه لانها راح تمر معنا كثير. شايفين هاي هي اللينيا البا. تمام، عندي كمان الانسيرشن البيوبيك تيوبيركل، البيوبيك كريست، الزايفويد بروسيس، والانجوينال ليجامنت. هذول كلهم الانسيرشن تاعات الاكسترنال اوبليك مسل. الدايركشن اوف فايبر او كيف حركه الالياف العضليه، بحكي لي انفرو ميديالي، يعني بتنزل لتحت وبتروح ميديالي. هيو هيك الاضلاع عندي الالياف بتتحرك، بتبلش من هون وبتتحرك زي هيك انفرو ميديالي، يعني لتحت وبتتجه ميديالي للنص. تمام، فانكشن او شو وظيفتها؟ كونترا لاترال روتيشن اوف ذا تورسو، يعني انها تحرك لي او تدور لي الجذع بالاتجاه المقابل. سم نوتس، لارجست اند موست سوبرفيشال ماسلز، هي العضله الاكبر والاكثر ظاهريه اللي اكثر انا بقدر اشوفها يعني بجسم الانسان. الانرفيشن تاعها وشو العصب اللي بيغذيها؟ التي 7 للتي 11، وكمان السب كوستال نيرف اللي هو تي 12. طيب الانترنال اوبليك ماسل اللي هي هاي بتيجي تحت الاكسترنال، هاي هي الانترنال اوبليك مسل. شو الاوريجين تاعها؟ الالياك كريست، انجوينال ليجامنت، والثوراكولامبر فاشيا. طيب شو الانسيرشن تاعها؟ الكارتلج اوف ريبس من 7 ل 10، واللينيا البا، والزايفويد بروسيس. تمام، كيف حركه الفايبرز؟ ميديو انفيرير دي، يعني الفايبرز زي هيك بتتحرك عندي، بتبلش من ميديال. تمام، وبتنزل زي هيك انفيريرلي عكس الاكسترنال. الاكسترنال حكينا انها بتبلش انفروميديالي زي هيك، اما بالنسبه للانترنال بتبلش من عند الميديال وبتروح انفيريرلي زي هيك. تمام، شو وظيفتها؟ بحكي لي الاكسبيريشن والباي لاترال اند يوني لاترال كونتراكشن، يعني بتساعدني باختصار بالاكسبيريشن او بالزفير، وكمان bilateral أو unilateral contraction، يعني سواء انقبضوا الثنتين أو واحدة بس، يعني باتجاه واحد أو بالاتجاهين. طيب بحكي لي هون notes smaller and thinner than the external oblique and deep to it، زي ما شفنا إنها أصغر من ال external oblique muscle، كمان أنحف منها، وهي كمان أعمق منها، يعني هي جاية جواتها وراها. طيب الانرفيشن تاعها تي 7 تو تي 11، والسبكوستال نيرف اللي هو تي 12، هاي نفس الاكسترنال بس عندي اضافه. شو هي؟ البرانشز اوف ذا لامبر بلكسس. تمام، اللي بعده اللي هو ترانسفيرس ابدومينوس اللي هي هاي هاي هي الترانسفيرس ابدومينوس. تمام، شو بده يحكي لي عنها؟ الاوريجين كارتليج اوف ريبس من 5 ل 10، واللمبر فاشيا، والالياك كريست، ذن انجوينال ليجامنت. طيب الانسيرشن اللينيا البا، والزايفويد بروسيس، والبيوبس. طيب شو بده يحكي لي عنها؟ نوت، بحكي لي ريبس فلوتينج ار ريبس من ال 12 وال 11 ذات هاف سمول كارتليج، يعني باختصار هذا الكلام احنا بنعرفه من ايام السكيليتال سيستم، انه انا عندي الاضلاع رقم 11 و 12 بنسميها فلوتينج ريبس، صح؟ اللي هي الاضلاع العائمه اللي بيكون لها سمول كارتليج. تمام، طيب الريكتس ابدومينس اللي هي الريكتس ابدومينس، زي ما انتم شايفين جاي عضله طويله. شو الاوريجين تاعها؟ بيوبيك كريست اند بيوبيك سيمفيسس. الانسيرشن كارتليج اوف ريبس من 5 ل 7، اند زايفويد بروسيس.
طيب شو وظيفتها؟ بحكي لي compressing the abdominal viscera, stabilizing the pelvis during walking, depresses the ribs during forced exhalation. يعني بحكي لي إنها بتضغط لي أحشاء البطن وكمان بتثبت لي الحوض أثناء المشي وبتقل أو بتنزل لي الأضلاع أثناء الزفير القوي. مش إحنا حكينا إنه أثناء الزفير بتنزل عندي الأضلاع من 1 ل 11, فهي بتنزل لي الأضلاع من 1 ل 11 أثناء الزفير القوي. تمام, شو بده يحكي لي معلومات عنها؟ long طويلة و pair of muscles of pair of muscles عفوا splitted by linea alba, يعني هي باختصار عضلة طويلة ومكونة يعني من زوجين اللي هي هاي وهاي وبفصل بينهم linea alba. طيب شو ال innervation تاعها؟ thoracic spinal nerve من T7 to T12. طيب نحكي عن المسلز اوف ذا ارم او عضلات الارم. اول وحده اللي هي بايسبس بريكياي, من اسمها بايسبس يعني مكونه من بارتين صح, بايسبس بريكياي, بوزيشن انتيرير اسبيكت اوف ذا ارم, هيها هاي هي البايسبس بريكياي. تمام, لو تلاحظوا هي مكونه من بارتين, عندي لونج هيد وعندي شورت هيد. تمام, الاوريجين تاعها الشورت هيد, شو الاوريجين تاعه؟ كوراكويد بروسيس اوف ذا سكابولا, هيو هون عندي الشورت هيد وهون عندي الكوراكويد بروسيس صح تاع السكابولا. طيب اللونج هيد سوبرا جلينويد تيوبيركل اوف ذا سكابولا, هاي اللونج هيد عندي هون انا, هاي اللونج هيد كلها هيها هيك بتمشي, هون عندي السوبرا جلينويد تيوبيركل تاعت السكابولا. تمام, نحكي عن الانسيرشن, تيوبيروسيتي اوف ذا راديوس كروسنج ذا البو جوينت, هيو باختصار انا مش هون عندي العضله زي هيك, هون بتدخل على مين؟ بتدخل على التيوبيركل تاع الرادياس وبتعبر عبر الالبو جوينت. هي عندي هون الالبو جوينت انا, لو تلاحظوا هي بتعبر هيك من فوقه وبترتبط بالتيوبيركل تاع الرادياس. تمام, الفانكشن او شو وظيفتها؟ بحكي لي فليكسز البو جوينت. ثاني وظيفة flexes arm اللي هي المين فانكشن, فإذا إجا سؤال شو المين فانكشن تاعت البايسبس بريكياي؟ flexes arm, إنها تثني للذراع. ثالث إشي اللي هي supination for arm at radio ulnar joint اللي هي يعني تعمل لي supination اللي هي يعني هاي الصورة, شايفين هاي؟ هيك أنا بصير عندي supination, هيك أنا بعمل supination. تمام, يعني لما أحرك إيدي بهذا الاتجاه زي هيك. تمام, شو الانيرفيشن تاعها اللي هو C5 و C6. طيب اللي بعده اللي هي ترايسبس بريكياي, من اسمها تراي يعني مكونة من 3 بارتس اللي هي هاي عندي الترايسبس بريكياي, هاي البارت الاول اللي انا بسميه اللونج هيد وهون عندي اللاترال هيد وهاي الصغيرة اللي هون اللي هي الميديال هيد. تمام, هاي هي كلها ترايسبس بريكياي. شو البوزيشن تاعها؟ posterior part of the upper arm and this large muscle, زي ما شفنا انها جايه بالارم من ورا وهي عضله كبيره. طيب الاوريجن اللونج هيد, بحكي لي الاوريجن تاعها انفراجلينويد تيوبيركل اوف ذا سكابولا, هيو انا هون عندي اللونج هيد, هاي اللونج هيد عندي ترتبط مع مين او الاوريجن تاعها المنشا تاعها من وين؟ من فوق, من عند الانفراجلينويد تيوبيركل تاع السكابولا. تمام, اللاترال هيد بحكي لي الاوريجين تاعها الهيوميرس مع اللاترال انتر ماسكولار سيبتوم. طيب انا هون عندي اللاترال هيد صح, لو تلاحظوا هي هون عندي الهيوميرس صح, فالاوريجين تاع اللاترال هيد هو الهيوميرس وكمان اللاترال انتر ماسكولار سيبتوم. اللاترال انتر ماسكولار سيبتوم هو عباره زي هيك غشاء شفاف بيكون بهاي المنطقه, مش عيزبط اني اورجيكم اياها, بس هو غشاء بيكون بهاي المنطقه عند الهيوميرس, فبتكون كمان اوريجين لللاترال هيد اوف ترايسبس بريكياي. تمام, وعندي الميديال هيد الصغيره اللي شفناها قبل شوي برضه الاوريجين تاعها اللي هو الهيوميرس اللي هي هاي الاوريجين تاعها من الهيوميرس. تمام, الانسيرشن الاوليكرانوم بروسيس اوف ذا النا. تمام, انا هيو هون عندي الترايسبس بريكياي, انسيرشن داخله وين؟ لعندي الاوليكرانوم بروسيس تاع النا اللي هو هون. تمام, الفانكشن شو وظيفه الترايسبس بريكياي؟ بحكي لي اكستنسور اوف ذا البو اوف ذا البو, هاي الوظيفه الاولى. بحكي لي مين فانكشن اوف فور لونج هيد اكستند اند ادكت ذا ارم. طيب يعني وظيفة الترايسبس بريكياي انها تمدلي الالبو. تمام, طيب شو المين فانكشن تاعت اللونج هيد؟ انها تمدلي الذراع
وتقرب لي اياها. يعني انت جرب زي هيك، مد ذراعك وقربها على جسمك، راح تلاحظ انه عندك اللونج هيد بتنقبض. طيب الانرفيشن تاعها الراديال نيرف. نوت بحكي لي لونج اند لاترال هيد ار فيزيبل هيدز، ميديال هيد is invisible. تمام، يعني بحكي لي زي ما شفنا قبل شوي اللونج هيد والليترال هيد عضلات كبيره فانا بقدر اشوفهم، بس الميديال هيد زي ما شفنا انها صغيره زي هيك ومتخبيه لجوا فهي invisible غير مرئيه. طيب نحكي عن muscles of the forearm. بحكي لي subfacial and deep muscle. هي بقسمها لقسمين، superficial عفوا اللي هي الظاهرية، والdeep muscle اللي هي العميقة. superficial المين function لإلها بحكي لي flexion of the wrist and fingers، إنها بتثني لي الريست الساعد والأصابع. تمام، بختصر أنا العضلات اللي بالanterior surface PF. هسا رح نعرف شو هم. أول واحدة اللي هي pronator teres، بحكي لي teres main circular direction، so this muscle move the palm posteriorly in circular direction، اللي هي هاي هي. لو نيجي نشوف هاي هي pronator teres. teres شو معناها؟ يعني circular. فهاي العضلة بتدور لي البالم أو كف اليد posteriorly، يعني باتجاه دائري وposteriorly للخلف. تمام، اللي بعد هل هي الفليكسور كارباي رادياليس، شو بدي احكي لي عنها؟ This muscle flexes the wrist on the radial side. طيب انا هون عندي الفليكسور كارباي رادياليس اللي هي هاي العضلة، شو وظيفتها؟ بحكي لي انها بتعمل لي زي فليكشن باتجاه الراديال سايد. شايفين هاي؟ هاي الحركة هيك، هاي انا بثني الساعد باتجاه الراديال سايد. مين المسؤول عنها؟ اللي هي الفليكسور كارباي رادياليس. طيب اللي بعدها بحكي لي palmaris longus originate from epicondyle of humerus and insert into a wide bit of triangular connective tissue so that you can hold things. يعني الاوريجين تاع palmaris longus اللي هو الابيكوندايل الموجوده بالهيوميرس، وبحكي لي انها insert او بتدخل بمجموعه يعني من التريانجولار كونكتيف تيشو، فهي بتمكنني من حمل الاشياء. فشو العضلة اللي بتساعدني على حمل الأشياء؟ اللي هي البالميرس لونجس اللي هي هاي هي، هم جايات ورا بعض. تمام، طيب اللي بعدها اللي هي الفليكسور كارباي ألنارس، بحكي الفليكسس ذا ريست اون ذا ألنار سايد ميديالي، اللي هي هاي الصورة. شايفين هاي؟ أنا بعمل انثناء للساعد باتجاه الألنا زي هيك. تمام، اللي هي هاي العضلة آخر واحدة من تحت. تمام هيك، آخر واحدة اللي هي البريكيو رادياليس، بحكي لي muscle that separate the anterior and posterior group extension of the wrist and fingers. طيب احنا مش قبل شوي حكينا انه هذول العضلات عندي بيجوا بالانتيريور سيرفيس، وفي عندي عضلات هون بالبوستيريور سيرفيس، صح؟ طيب شو اللي بيفصل لي بين الانتيريور سيرفيس والبوستيريور سيرفيس؟ عضلة اسمها بريكيو رادياليس اللي هي هاي هي. هاي اسمها بريكيو رادياليس، بتفصل لي الانتيريور سيرفيس عن البوستيريور سيرفيس. شو وظيفتها؟ انها تمد لي الريست والاصابع، تعمل لي اكستنشن لهم. تمام، طيب نحكي عن الترابيزياس، بحكي لي it's a large, flat and triangular sheet of the muscle tending from the skull and vertebral column medially to the pectoral girdle laterally muscle at the back of head and neck. طيب خلينا نيجي نشوفها عشان نفهم هذا شو بحكي. شايفين هاي العضلة كلها عندي هاي هيك، هاي العضلة كلها اسمها ترابيزياس، اسمها ترابيزياس. تمام، هاي العضلة بتكون مقسمة من ثلاث أقسام، واحد اثنين ثلاث. تمام، مقسمة عندي لثلاث أقسام. فهو شو بحكي لي عنها؟ إنها بتبلش من عند السكال والفيرتبرال كولومن وبتروح لجهة البيكتورال جيردل. هيو بلشت عندي من عند السكال الترابيزياس زي ما حكينا، بلشت عندي من هون. تمام، بلشت من عند السكال والفيرتبرال كولومن وبتروح لناحية البيكتورال جيردل اللي هو هون. طيب مش حكينا انه انا بقسمها لثلاث اجزاء. اول اشي عندي الابر بارت، بحكي لي الاوريجين تاعها سوبيريور نوكال لاين. السوبيريور نوكال لاين بتيجي هون، يعني هي
هون من جوا جوا السكال في عندي هون superior نوكل لاين، فمن هون بيبدأ عندي الأبر بارت. طيب الانسيرشن تاعها بحكي لي lateral third of the clavicle اللي هو الثلث اللاترالي من الكلافيكل. الاكشن تاعها شو وظيفتها؟ elevate the scapula، انها ترفع لي السكابيولا. شو الانيرفيشن تاعها؟ cranial nerve 11 تمام. طيب الميدل بارت اللي هو الجزء المتوسط من الترابيزيوس اللي هو هذا، هاي هيك الميدل بارت، شو الاوريجن تاعها؟ ligamentum nuci. طيب الانسيرشن تاعها ميديال سايد اوف ذا اكروميان، يعني بتروح للاكروميان بالميديال سايد. يعني هيو لو نيجي نشوف، هيو شايفين هيها جاي عندي زي هيك لعند الاكروميان تمام، للميديال سايد. طيب الاكشن تاعها شو وظيفتها؟ ابروكسيميت ديبريس ذا تو سكابيولا، انها تقرب لي او تنزل لي التو سكابيولا، التو سكابيولا اللي عندي. شو الانرفيشن تاعها؟ كرينيال نيرف 11. باختصار عشان اختصر عليكم، كل الترابيزيوس بيغذيها الكرينيال نيرف 11 تمام. اخر بارت اللي هو اللور بارت، الجزء السفلي من الترابيزيوس اللي هو هذا، هو شو بحكي لي عنه؟ بحكي لي الاوريجين تاعه سباينس بروسيس ثوراسيك فيرتبراي من C7 تو T12. يعني الاوريجين تاعها من السباينال، من السباينس بروسيس تاع الفيرتبرا تاع الثوراسيك فيرتبراي اللي هو من C7 ل T12. طيب الانسيرشن سباين اوف ذا سكابولا، هيو زي ما احنا شايفين هون انها مرتبطه. هون انا في عندي السباين تاع السكابولا، فهي مرتبطه مع السباين تاع السكابولا. طيب وظيفتها روتيت ذا سكابولا، انها تدور لي السكابولا، والعصب اللي بيغذيها كرينيال نيرف 11. طيب نحكي عن اللاتسماس دورسي، بحكي لي لور باك فيو اللي هي هاي، هي اللاتسماس دورسي اللي هم بسموها عضله السباحين تمام. شو بحكي لي عنها؟ الاوريجين سباينس بروسيس اوف فيرتبراي وذا لور ذا لور 6 اوف ثوراسيك سباينز فروم تي 7 تو ذا ساكرام بوستيريور ثيرد اوف ذا ايليك كريست اند لور 3 اور 4 ريبس. يعني الاوريجين تاعها اللي هو السباينس بروسيس الموجود بالفيرتبراي، والثوراسيك سباين سباينز الست السفليات تمام، اللي هي يعني من تي 7 لعند الساكرام، والبوستيريور ثيرد او الثلث الخلفي للإيلياك كريست، وكمان اللور 3 اور 4 ريبس اللي هم الاضلاع الثلاثه او الاربعه السفليات اللي من تحت تمام. الانسيرشن تاعها بحكي لي ذا فلور اوف ذا انتر تيوبيركولر جروف اند ذس مسل is very strong. يعني بحكي لي انه الانسيرشن تاعها بتروح بالانتر تيوبيركولر جروف، وكمان هاي عضله كثير قويه. طيب الاكشن شو وظيفتها؟ extends the arm and rotate arm the arm medially accessory inspiratory muscles. يعني انها بتمد لي الذراع وكمان بتدور لي اياها medially. كيف انت لما تسبح، ليش سموها عضله السباحين؟ انت لما تسبح مش بتدور ايديك زي هيك، فانت لما تدورها مين المسؤول عن هاي الحركه؟ اللي هي اللاتسماس دورسي. كمان بتساعدني بالانسبيريشن زي ما حكينا هذا الكلام فوق. طيب العضله اللي بعدها اللي هي الفيتور سكابولا مسل اللي هي هاي، هي هاي عندي الفيتور سكابولا مسل تمام. شو بحكي لي عنها؟ الاوريجين ترانسفيرس بروسيس من عند السي 1 للسي 4 فيرتبراي اوف سيرفيكال سباينز. طيب الانسيرشن تاعها الميديال بوردر اوف ذا سكابولا فروم ذا سوبيريور انجل تو ذا سباين. يعني هيو لو تلاحظوا انا هون عندي الميديال بوردر تاع السكابولا صح، فهي لو تلاحظوا جايه انسيرشن بتدخل على الميديال بوردر تاع السكابولا، وبحكي لي للسوبيريور انجل اوف سباين. هيو انا هون عندي الزاويه العلويه للسباين، فهي كمان بتيجي على الميديال بوردر والزاويه العلويه او سوبيريور انجل اوف سباين. طيب شو وظيفتها؟ الفيت سكابولا، انها ترفع لي السكابولا. شو العصب اللي بغذيها؟ اتس انيرفيت باي دورسال سكابولار نيرف اللي هو السي 5. طيب
نحكي عن الستيرنو كلايدوماستويد او ستيرنوماستويد مصل، نفس العضله هم، يعني لهم اسمين، او بسميها ستيرنو كلايدوماستويد او ستيرنوماستويد مصل، ما بتفرق، اللي هي عضله الرقبه اللي هي هاي هي الستيرنو كلايدوماستويد، تمام. خليني بس اورجيكم الشغله، لو تلاحظوا هي لها تو هيدز، تمام، يعني بتتفرع لقسمين عشان نحكي عنهم هسه. بحكي لي هاز تو هيدز، يعني تو اوريجينز، بما انه لها تو هيدز فبالتالي لها تو اوريجينز. بحكي لي ذا ميديال وان از كومينج فروم انتيرير سيرفيس اوف ذا مانوبريوم سترنال، تمام، هاي الاولى. الثانيه بحكي لي ذا لاترال وان كومز فروم ذا ميديال ثيرد اوف ذا كلافيكل، تمام. يعني بحكي لي انا هسه عندي باختصار، هيو عندي الميديال اند، تمام، وعندي اللاترال. الميديال وان شو بحكي لي؟ coming from anterior surface of manubrium sternal. هيو مش هنا عندي الاسترنم صح، وهنا عندي المانوبريوم تاع الاسترنم، فلو تلاحظوا الميديال هيد مربوط مع مين؟ مع المانوبريوم، بدهاش شيء. طيب اللاترال وان بحكي لي comes from the medial third of the clavicle، هيها مش انا هون عندي الكلافيكل وهي الثلث الميديالي منها صح، فهي جايه مع الثلث الميديالي للكلافيكل. طيب الانسيرشن تاعها بحكي لي ماستويد بروسيس اند لاترال وان هالف سوبيريور نوكل لاين. الانسيرشن تاعها اللي هو يعني لو وين رحنا، هيو لو نيجي نشوف الانسيرشن تاعها، بتيجي مع الماستويد بروسيس اللي هي موجوده عندي هون، ماستويد بروسيس اوف تيمبورال بون مع اللاترال اوف نوكل لاين. مش حكيت لكم قبل شوي انا هون في عندي السوبيريور نوكل لاين، هون عندي اللاترال نوكل لاين، فهي الانسيرشن تاعها الماستويد بروسيس اوف نسيت الماستويد بروسيس اوف تيمبورال بون مع اللاترال نوكل لاين. طيب بحكي لي supplied by spinal accessory 11، تمام. بحكي لي الاكشن تاعها when both of them contract together they produce flexion of the neck. يعني باختصار بحكي لي انها شو العصب اللي بيغذي لي اياها اللي هو spinal accessory 11، وشو وظيفه الستيرنوكلايدوماستويد لما ينقبضوا الثنتين مع بعض اللي هم هذول، يعني هيو مش هم ثنتين عندي، هي واحده على اليمين وعندي واحده على اليسار، فلما ينقبضوا مع بعض بيسووا لي فليكشن او انثناء للرقبه، تمام. تمام طيب نحكي عن الشولدر جوينت ماسلز او العضلات اللي بتكون موجوده عند الشولدر جوينت اللي انا بسميه اللي هو اسمه يعني جلينو هيومرال جوينت. طيب اول عضله اللي هي الدلتويد اللي هي هاي، شايفين هاي العضله عندي اسمها كلها دلتويد. طيب بحكي لي which is a thick and powerful triangular muscle that covers the shoulder joint. هي عضلة سميكة وقوية وعلى شكل مثلث يعني زي ما شفنا، بتغطي لي الشولدر جوينت او الكتف يعني. طيب this muscle has three origins. إلها three origins فبالتالي بيكون إلها three heads. طيب اول head اللي هو يعني لو نيجي نشوف، هيو شوفوا انا هون في عندي الانتيريور هيد، مش هون في عندي الانتيريور هيد، تمام، وهون عندي اللاترال هيد، وهون عندي البوستيريور هيد، تمام. طيب الانتيريور هيد بحكي لي الاوريجين تاعها فروم لاترال اند اوف ذا كلافيكل، هيو زي ما احنا شايفين، هيو عندي الانتيريور هيد وهيو هون عندي الكلافيكل، فبحكي لي اللاترال هيد اوف ذا كلافيكل، من هون الاوريجين تاع الانتيريور هيد تاع الدلتويد. طيب اللاترال هيد بحكي لي لاترال مارجن اوف اكروميان سكابولا، يعني مش هي انا عندي هون اللاترال هيد، مش حكينا انه هاي اللاترال هيد، فهي من اللاترال مارجن تاع السكابولا الاوريجين تاع اللاترال هيد اوف دلتويد. طيب البوستيريور هيد بحكي لي سباين اوف ذا سكابولا، هيو هون في عندي، مش هون في عندي السباين تاع السكابولا، هي السباين تاع السكابولا، فالسباين تاع السكابولا هو الاوريجين تاع البوستيريور هيد اوف دلتويد، تمام. الانسيرشن تاعها بحكي لي دلتويد توبيروسيتي اون ذا لاترال اسبيكت اوف هيوميروس، هيو لو نيجي شايفين انا هون مش في عندي الهيوميروس، هيو في عندي هون الهيوميروس، وهون في عندي التوبيركل صح اللي هو الدلتويد توبيروسيتي، فهون عندي الدلتويد توبيروسيتي بتدخل او بتتصل الدلتويد مصل.
طيب بحكي لي الاكشن او شو وظيفتها. الانتيريور هيد بحكي لي فليكشن اوف ذا هيوميروس، الانتيريور هيد بثني لي الهيوميروس، واللاترال هيد بحكي لي ابدكشن اوف ذا هيوميروس، يعني ببعد لي الهيوميروس، يعني هيك يعني ببعدها عن جسمي. تمام. بوستيريور هيد بحكي لي اكستنشن اوف ذا هيوميروس، يعني بتمد لي الهيوميروس. تمام هيك. تمام. نروح للعضله الثانيه اللي هي البيكتوراليس ميجر، بحكي لي which has two heads sternal head وكلافيكال هيد. لو نيجي نشوف شو معنى هالكلام. طيب البكتوراليس ميجر اللي هي عضلة الصدر اللي هي هاي هي. تمام. لو تلاحظوا البكتوراليس ميجر، خليني أشيل هاي عشان تشوفوا. طيب أنا هون عندي البكتوراليس ميجر إلها تو هيدز، واحد عند الكلافيكال واحد عند الستيرنم، بدهاش شيء. طيب الستيرنال هيد بحكي لي from sternum and upper six ribs some of these fibers mingle with fibers of the external oblique muscle. يعني بحكي لي انه الستيرنال هيد بيكون عند الاضلاع السته العلويه، وبحكي لي انه الالياف بتكون زي متصله مع الالياف تاعت الاكسترنال اوبليك مسل. يعني هيو شوفوا، مش حكينا هاي عندي البكتوراليس ميجر وهنا عندي الستيرنال هيد. لو تلاحظوا عند الستيرنال هيد بتكون زي مربوطة مع ايش؟ مع الاكسترنال اوبليك مصل، مع الفايبر تاعت الاكسترنال اوبليك مصل. هاي الاكسترنال اوبليك مصل عندي. تمام. طيب الكلافيكال هيد بحكي لي from the medial part of the clavicle، هيو زي ما احنا شفنا قبل شوي، هيو الميديال بارت اوف كلافيكال، فمن هون بتطلع عندي الكلافيكال هيد تاعت البكتوراليس ميجر. الانسيرشن تاعها بحكي لي انتر تيوبيركولار سالكس. تمام. الاكشن تاعها شو هو؟ بحكي لي ادكشن ميديال روتيشن اند فليكشن اوف شولدر، انها بتعمل لي ادكشن، يعني بتقرب لي يعني بتقرب لي ايدي زي هيك علي، بتعمل ادكشن وبتعمل ميديال روتيشن، وكمان بتثني لي الشولدر. الانرفيشن او شو العصب اللي بغذيها؟ ميديال اند لاترال بيكتورال نيرفز اللي هو من C5 للC8 والT1. طيب نحكي عن الروتيتر كف ماسلز، هاي زي عضلات يعني هي مجموعه عضلات بتساعدني بالثبات. شو هي هاي العضلات؟ سوبرا سباينيتس، انفرا سباينيتس، سب سكابيولاريس، تيريس ماينر. هاي العضلات هسه راح نفصل فيهم لتحت. بحكي لي these muscles help in stability، يعني بتساعدني على الثبات. طيب البكتوراليس ماينر اللي هي هاي بتيجي تحت البكتوراليس ميجر، خلينا اشيل هاي وين رحنا، هاي هي البكتوراليس ماينر. تمام. شو بحكي لي الاوريجين تاعها؟ الثيرد والفورث والفيفث ريبس. حلو. الانسيرشن تاعها الكوراكويد بروسيس، هيو مش هي زي داخله بالكوراكويد بروسيس اوف سكابولا، صح؟ طيب والاوريجن بس خليني اورجيكم اياها، هيو الضلع الثالث والرابع والخامس. طيب الانرفيشن او شو العصب اللي بغذيها؟ لونج ثوراسيك نيرف من C5 to C7. الاكشن تاعها بحكي لي موف سكابولا فورورد اند ديبريشن اوف شولدر، يعني هي بتحرك لي السكابولا للامام وبتعمل لي ديبريشن او بتنزل لي الشولدر او بتخفض لي اياه. الانرفيشن سيم از بيكتوراليس ميجر، زي ما حكينا انه شو اسمه، انه يعني زي وظيفه البيكتوراليس او عفوا زي الانرفيشن تاع البيكتوراليس ميجر. تمام. طيب السيريتس انتيرير بحكي لي اوريجين ابر 8 اوف 9 ريبس اور 9 ريبس عفوا، الاوريجين تاعها اللي هم الاضلاع الثمانيه او التسعه العلويه. الانسيرشن تاعها السيريتس انتيرير، بس خليني اورجيكم اياها قبل ما. طيب هاي هي السيريتس انتيرير، شايفين هاي هيك، هاي اسمها السيريتس انتيرير كلها. يعني لو اجي اعمل فيد اذرز، هاي هي هيك السيريتس انتيرير اللي باللون الاصفر. الاورجن تاعها حكينا الاضلاع الثمانيه او التسعه العلويه. الانسيرشن تاعها الميديال بوردر اوف سكابولا،
اللي هو يعني هيو الميديال بوردر اوف سكابيولا، زي ما احنا شايفين انها هيو، مش هنا هون انا عندي السكابيولا وهون عندي الميديال بوردر صح؟ فهي زي ما نشوف انها بتدخل على الميديال بوردر اوف سكابيولا. الاكشن تاعها شو وظيفتها؟ روتيتس سكابيولا ابوردز اند ابدكشن اوف شولدر ابوف 90 درجة، يعني باختصار انها بتدور لي السكابيولا وبتعمل لي ابدكشن للشولدر فوق 90 درجة. طيب بحكي لي important notes accessory in spiratory muscles serratus anterior و pectoralis major and latissimus dorsi accessory expiratory muscles اللي هم الكوادريتس لامبورم. فإذا إجا سؤال شو هم الاكسسوري انسبيراتوري ماسلز، العضلات اللي بتساعدني بالتنفس، اللي هم السيريتس انتيرير والبكتوراليس ميجر واللاتيسيموس دورسي. طيب الاكسسوري الاكسبيراتوري ماسلز اللي هم الكوادريتس لامبورم، نحكي عن الكوادريتس لامبورم، نحكي عنها اللي هي هاي هي الكوادريتس لامبورم. هون انا عندي هاي الكوادريتس، مش هاي عفوا، يلا هاي عندي الكوادريتس لامبورم تمام. شو الاوريجين تاعها؟ بحكي لي posterior part of the iliac crest and iliolumbar ligament. طيب الانسيرشن تاعها transverse process process of lumbar and a slip of 12th rib، يعني الانسيرشن تاعها هو الترانسفيرس بروسيس اللي موجود باللمبر، وكمان السليب او المنزلق او المنحدر تاع الضلع رقم 12. الاكشن او شو وظيفتها؟ بحكي لي اتس فيكس ذا 12 وين وي توك ديب انهيليشن، ذيس اكشن هيلب ان كونتراكشن اوف ديافرام، اولسو ات بولز 12 ثريب انفيريرلي ديورينج اكزاليشن، سو ات ان اكسسوري مسل اوف ريسبيراتوري ذات بريفنت 12 ثريب فروم اليفيتنج از اذر ريبس. طيب مش احنا حكينا فوق انه الكوادريتس لامبورم بتساعد لي بتساعدني بالانهيليشن صح؟ بالزفير، بالعفوا بالشهيق. طيب فهو شو بحكي لي عنها؟ انها بتثبت لي الضلع رقم 12 تمام؟ لما انا اخذ زي شهيق قوي يعني، وبحكي لي انها بتساعدني يعني هاي يعني بتساعدني انها تعمل لي كونتراكشن للديافرام او انقباض للديافرام، وبحكي لي انها بتسحب لي الضلع رقم 12 انفيريرلي للاسفل اثناء الزفير تمام. فهي بتكون عضله مساعده بالتنفس، حكينا هذا الكلام. طيب وحكينا انها بريفنت 12 ريب فروم اليفيتنج از اذر ريبس، انها بتمنع لي الضلع رقم 12 انه يرتفع زي باقي الاضلاع. طيب الجلوتيال ريجن اللي هي الجلوتيوس ماكسيموس اللي هي هاي العضله، لو اجي اورجيكم هاي عندي الجلوتيوس ماكسيموس تمام. شو بحكي لي عنها الاوريجين؟ ايليوم والساكرم والكوسكس تمام تمام. الانرفيشن تاعها او الكوكسكس عفوا. طيب الانرفيشن تاعها انفيريور جلوتيال نيرف، شو العصب اللي بيغذيها؟ انفيريور جلوتيال نيرف. طيب الانسيرشن او شو داخله؟ بحكي لي انفيريورلي اند لاترالي جوز جلوتيال تيوبيروسيتي اوف فيمر اليو تيبيال تراكت اللي هو الباند، ووظيفتها شو هي؟ بحكي لي اكستنشن واللاترال روتيشن اند ابدكشن ات ذا هيب، يعني انه وظيفتها انها تعمل لي اكستنشن تمد لي وتعمل لي لاترال روتيشن وابدكشن للهيب. طيب المسلز اوف ذا ثاي او عضلات الفخذ، اول شيء عندي السارتوريوس بحكي لي لونجست مسل رانينج ان انفيرو ميديال دايركشن اللي هي هاي هي. لو نيجي نشوفها، طيب شايفين هاي؟ هاي هي السارتوريوس. لو تلاحظوا هي عضلة كثير طويلة، فهي العضلة الأطول بجسم الإنسان، فشو هي اللونجست مسل اللي هي السارتوريوس. شو بحكي لي الأوريجين تاعها؟ anterior superior iliac spine. طيب الانسيرشن تاعها superior and medial surface of tibia، هيها داخلة، حكينا الانسيرشن تاعها من superior anterior iliac spine من هون، والانسيرشن تاعها داخلة وين؟ لعند التيبيا، لهون عندي تمام؟ هيو
طيب فبحكي لي superior and medial surface of tibia. الانرفيشن شو العصب اللي بيغذيها اللي هو الفيمورال نيرف. الاكشن او شو وظيفتها فليكسور ابدكتور لاترال روتيتور للهب وفليكسور للني. يعني باختصار انها بتثني لي وبتعمل لي ابدكتور يعني بتبعد لي اياها ولاترال روتيشن للهب وكمان بتثني لي الركبه. تمام بحكي لي information from new slides يعني ما اللي هي يعني مش الدكتور رجع شرح على الدكتور رجع شرح المحاضرة على سلايدات جديدة في معلومات جديدة على هاي السلايدات. بنعرف هسه شو هاي العضلات. أول عضلة اللي هي السكالن بحكي لي action of scalen muscle when group of scalen muscles contract they flex the head into the area of contraction. طيب سكالن اللي هي هاي هي خلينا نرجع لفوق للرقبة نيجي هون. طيب شايفين هاي العضلات الصغيرة اللي هون هاي اسمها سكالن. حلو فأنا هون عندي السكالن ميدياس وهنا في عندي هنا في عندي البوستيريور وهنا في عندي الانتيريور. تمام فهم ثلاث عضلات. فهنا شو بده يحكي لي عنهم انه هذول العضلات لما تنقبض بثنوا لي الهيد تمام في منطقة الانقباض او لجهة الكونتراكشن. طيب حكينا اول اشي عندي السكالن ميدياس الاوريجن تاعها اللي هي هاي عفوا هاي السكالن ميدياس. تمام شو الاوريجن تاعها بحكي لي ترانسفيرس بروسيس اوف سي 2 تو سي 7 الانسيرشن تاعها الابر سيرفيس اوف ذا فيرست ريب يعني السطح العلوي للضلع الاول. الاكشن شو وظيفتها اليفيت ذا فيرست ريب لاترالي فليكسس ذا نيك انسبيراتوري فيز. لو تتذكروا بس قلت لكم في بدايه المحاضره انه انا في عندي اللي بيثبت الفيرست ريب اللي هم السيرنوكلايدوماستويد والسكالن صح. فهو هون بيقول لي انه او عفوا اللي بترفع لي فهو هون بيقول لي انها بترفع لي هذيك السيرنوكلايدوماستويد اللي بتثبت. طيب سكالن بحكي لي الفيت ذا فيرست ريب يعني انها بترفع لي الفيرست ريب لاترالي فليكسز ذا نيك. طيب يعني انها بتثني لي الرقبه لاترالي. نيرفز او العصب اللي بيغنيها بريكيال بلكسز من سي 3 تو سي 8. طيب سكالن انتيريور اللي هي هاي السكالن انتيريور شو بحكي لي عنها الاوريجن تاعها انترنال بارت اوف سي 3 تو سي 6. طيب الانسيرشن تاعها سكالن توبيركل ان فيرست ريب يعني التوبيركل تاع الفيرست ريب اللي هو اسمه سكالن توبيركل هاي الانسيرشن تاعت السكالن انتيريور. طيب الاكشن شو وظيفتها الفيت ذا فيرست ريب برضه لاترالي فليكسز ذا نيك يعني نفس اللي فوقها. طيب السكالن بوستيريور اللي هي هاي السكالن بوستيريور شو بحكي لي الاوريجن تاعها ترانسفيرس بروسيس اوف سي 5 تو سي 7 الانسيرشن تاعها لاترال سيرفيس اوف ذا سكند ريب يعني السطح اللاترال سيرفيس تاع الضلع الثاني. وظيفتها بحكي لي الفيتس ذا سكند ريب يعني بما انها يعني بما انه الانسيرشن تاعها بالسكند ريب معناته هي بترفع لي السكند ريب. تمام وبتعمل لاترالي فليكسز للنيك او يعني بتثني لي الرقبه لاترالي والعصب اللي بيغذيها اللي هو البريكيال بلكسز من سي 7 تو سي 8. تمام هيك تمام نروح للسيريتاس بوستيريور. سيريتاس بوستيريور بتنقسم عندي لقسمين سوبيريور وانفيريور او سوبيريور وانفيريور. طيب خلينا نخفف شوي عشان نشوفهن. طيب انا هاي عندي السيريتاس سوبيريور وهاي عندي السيريتاس انفيريور. تمام طبعا كلهم بوستيريور لانه مش قلنا انا هون في عندي سيريتاس انتيريور اللي هي هاي لو تتذكروا حكينا عنها. انا عندي سيريتاس انتيريور وعندي سيريتاس بوستيريور. السيريتاس بوستيريور بتنقسم لقسمين سيريتاس بوستيريور سوبيريور وسيريتاس بوستيريور انفيريور. طيب السوبيريور شو بحكي لي عنها سباينا الاوريجن تاعها سباينس بروسيس اوف سي 7 تو تي 3 والانسيرشن تاعها سوبيريور بوردر اوف ريبس من الثاني للخامس. شو وظيفتها expands the chest for inspiration يعني انها بتوسع لي الصدر اثناء الشهيق القوي. تمام السيريتاس بوستيريور انفيريور شو الاوريجن تاعها بحكي لي spinous process of T11 لل L2 او اللمبر 2 الانسيرشن تاعها انفرو بوستيريور اسبيكت اوف ذا من 9 ل 12 ريبس يعني بحكي لي الانسيرشن تاعها بالانفرو بوستيريور اسبيكت
اللي هو يعني هيو مش انا هون في عندي الاضلاع من 9 ل 12 صح، هي 9 10 11 12 الانفرو بوستيريور اسبكت اللي هو هون يعني لهي الريبس تمام، هاي الانسيرشن تاعها. طيب الاكشن وظيفتها ديبريست ذا تشيست فورست اكسبيريشن، انها زي بتضغط لي او بتصغر لي حجم الصدر اثناء الزفير القوي تمام. اريكتور سباين ماسلز والليفيتور كوستارم. الاريكتور سباين اللي هي هاي، هي شايفين مجموعة العضلات هاي اللي هون، هاي العضلات هيك، هاي كلها مجموعها مع بعض بسميها اريكتور سباين او سباينا تمام. والليفيتور كوستارم اللي هي هاي، هي هاي عندي الليفيتور كوستارم، شايفين هاي العضلات هاي، هاي العضلات هيك، هاي كلها اللي فوق واللي تحت بسميها ليفيتور كوستارم. طيب نحكي عن الاريكتور سباينا ما حكى عنها كثير. الفانكشن يونيلاترالي، بحكي لي لاترال فليكشن اوف فيرتيبرال كولومن، بايلاترالي اكستنشن اوف ذا فيرتيبرال كولومن اند هيد اند ديب انسبيريشن. يعني لما يصير عندي يونيلاترالي انه وحده يعني بحكي لي بصير عندي lateral flexion للvertebral column، يعني باختصار أنا بثني العمود الفقري laterally تمام. أما لما bilateral لما الثنتين شو بصير عندي extension of vertebral column، يعني أنا بمد العمود الفقري وكمان الhead اللي هو الرأس يعني، وبيساعدني كمان بالdeep inspiration اللي هو الشهيق العميق تمام. بحكي لي notes groups of muscle iliocostalis و longissimus والspinalis. يعني باختصار مش حكيت لكم قبل شوي انه مجموعة العضلات هاي بسميها erector spinae، هاي erector spinae هي مجموعة عضلات. لو تلاحظوا انا هنا في عندي longissimus تمام، وهنا في عندي السباينيلس، وكمان في عندي ايش اللي هي الاليو كوستالس. طيب الليفيتور كوستارم زي ما ورجيتكم اياها قبل شوي، الاوريجين تاعها ترانسفيرس بروسيس اوف C7 تو T11، الانسيرشن تاعها سوبيريور بوردر اوف ذا ريب بيلو كوستال انجل اند تيوبيركل اوف ريب. طيب شو معنى هالكلام؟ خلينا نيجي هون عشان نشوفهم. هيو انا هون عندي فشو هون حكى لي عنها superior border الحد العلوي للضلع below costal angle and tubercle of rib. هيو انا هون في عندي الضلع مثلا ناخذ هذا الضلع تمام، بالsuperior border بالحد العلوي تيجي عندي مين او بيصير عندي insertion لمين للليفيتور كوستارم تمام. طيب وظيفتها rotation of thoracic spine elevates the ribs in deep inspiration، إنها بتدور لي thoracic spine وكمان بترفع لي الأضلاع أثناء التنفس أو الشهيق العميق. طيب notes بحكي لي fibers go infralateral direction، يعني إنه الفايبرز كيف حركتها infralateral، هيو زي ما إحنا شايفين هيو infra بتبلش من هون lateral يعني بتمشي زي هيك بتروح lateral وبتنزل لتحت تمام. وبحكي لي من 1 ل 8 single muscular bands from origin to insertion، يعني هي بتكون عضله مفرده بس. اما من 9 ل 12 بحكي لي muscles split into two vesiculi called longi and brevis. يعني لو نيجي طيب حكينا من 9 ل 12 لو تلاحظوا هيو، لو تلاحظوا هاي مثلا ناخذ هاي مثلا، لو تلاحظوا هي بتنزل زي تفرعين صح، بتنقسم لقسمين. طيب اللي هم انا بسميهم لونجاي اند بريفس. هاي يعني لو نيجي نشوف، لو نيجي ناخذ اسم هاي شو بحكي لي عنها اللونجاي تمام، وهاي عندي البريفس اللي هم هذول، هذول الصغار اللي هم بريفس، اما الطوال اللي هم اللونجاي. طيب المسلز اوف ماوث اللي هي عضلات الفم، بحكي لي اول شيء عندي المايلو هايويد مسل اللي هي هاي، هي هسه بدنا نرجع لقدام. طيب هاي عندي المايلو هايويد مسل تمام، شو بحكي لي الاوريجن تاعها مايلو هايويد لاين الانسيرشن بادي اوف هايويد بون، هيو زي ما احنا شايفين انها
هي الهيويد بون عندي هون، فهي اللي بتدخل على البادي تاع الهيويد بون. الفانكشن الفيتس الهيويد بون اند ذا تن اند بريس ذا ماندبل، انها بترفع لي الهيويد بون واللسان تمام، وكمان بتنزل لي الماندبل او الفك السفلي اللي الماندبل يعني تمام. النيرفز العصب اللي بيغذيها اللي هو المانديبولار ديفيجن اوف ذا ترايجيمينال نيرفز 5 اللي هو يعني العصب الخامس من الكرينيال نيرفز. طيب العضله اللي بعدها من عضلات الفم اللي هي الستايلو هايويد اللي هي هاي هي وين رحنا احنا مش هاي لحظه بس. طيب هاي عندي الستايلو هايويد تمام. شو بحكي لي عنها؟ الاوريجين تاعها ستايلويد والانسيرشن بالهايويد بون برضو زي ما احنا شايفين هيها مربوطه بالهايويد بون. الفانكشن شو وظيفتها؟ الفيتس اند ريتراكت ذا هايويد بون، انها يعني بترفع لي وبتسحب لي الهايويد بون. شو العصب اللي بيغذيها؟ الفاشيال نيرف 7. طيب اخر واحده اللي هي الدايجاستريك مسل، الدايجاستريك مسل اللي هي هاي هي لو نيجي نشوفها. طيب الدايجاستريك مسل بتكون مكونه من بارتير من بارتين عفوا، بارت انتيرير وبارت بوستيرير اللي هو هذا هو تمام. هاي كلها هيك، هاي هيك الدايجاستريك مسل. طيب شو بحكي لي عنها؟ anterior الاوريجين تاعها anterior زي ما ورجيتكم digastric fossa in the middle part of the mandible. هيو هيو الاوريجين تاعها هون عندي digastric fossa of the middle part of mandible تمام. طيب البوستيرير بحكي لي mastoid notch of temporal bone. هيو عندي البوستيرير لو تلاحظوا هاي هي البوستيرير جاي من عند وين؟ الماستويد process of temporal bone. طيب الانسيرشن تاعها بادي اوف هايويد بون زي ما شفنا انها بتدخل بالهايويد بون. فانكشن شو وظيفتها؟ الفيت ذا هايويد بون اند ات سيم تايم ات بريس ذا ماندبل، انها يعني بترفع لي الهايويد بون وبنفس الوقت هي بتنزل لي او بتخفض لي الماندبل. طيب شو العصب اللي بيغذيها؟ الانتيرير بيلي او اللي هي الانتيرير مش قسمناها الانتيرير والبوستيرير. الانتيرير شو اللي بيغذيها؟ اللي هو المايلو هايويد نيرف، والبوستيرير بيغذيها الفيشل نيرف 7 تمام. يعني هاي بيغذيها طيب هاي بيغذيها المايلو هايويد نيرف وهاي بيغذيها الفيشل نيرف 7 تمام. نحكي عن الانفرا هايويد ريجن، خلاص حملوا عاد ما ضلش كثير تمام. هي المحاضرة صراحة زخمة عارف وفيها كثير حفظ بس شو بدنا نسوي، اللي بده يدخل طب بده يتحمل. طيب انفرا هايويد ريجن بحكي لي when this muscle come to hyoid bone they bifurcate and make a space it between the two limbs so the intermediate tendon of the digastric muscle they pass to insert on body of the hyoid bone. يعني باختصار هي مش مهمة كثير، يعني باختصار بحكي لي انه هاي العضلات لما تيجي بتتحرك باتجاه الهيويد بون بتنقسم تمام، فبيتشكل عندي زي فراغ بين الطرفين تمام، فهناك بيمر عندي الانترميديات تندون تاعة الدايجاستريك مصل مش مهم كثير يعني. طيب نحكي عن العضلات تاعة الانفرا هايويد مصل. اول واحدة اللي هي الامو هايويد اللي هي هاي هي طيب نخفف شوي عشان نقدر نشوف. هاي عندي الامو هايويد مصل بتتكون من انتيرير وبتتكون او سوبيرير عفوا وبتتكون من ميديال وانفيرير مالنا اليوم. طيب الاموهايويد اول ايش بحكي لي الانفيرير بيلي اللي هي تحت بحكي لي upper border of scapula medial to the scapular notch. هاي الاوريجين تاعها هيو زي ما احنا شايفين مربوطة بالسكابولا صح؟ هيها تمام. هاي الانفيرير. طيب السوبيرير شو بحكي لي عنها؟ الميديال شكلها مش معنا. طيب السوبيرير بحكي لي intermediate tendon اللي هي هاي هي مش هاي السوبيريور عندي، فبحكي لي انها الاوريجين تاعها من الانترميديات تندون. الانترميديات تندون اللي هو هذا هو تمام تمام. فالاوريجين تاع السوبيريور من الانترميديات تندون. طيب نحكي عن الانسيرشن تاعها. اول اشي عندي الانترميديات تندون
وكمان اللور بوردر اوف ذا هيويد بون تو ذا لاترال ستيرنو هيويد انسيرشن. هيو الانسيرشن زي ما احنا حكينا انه هيو لو نلاحظ انها بتدخل في الانترميديات تندون وكمان بتروح لللور بوردر تاع الهيويد بون، هي الحد السفلي تاع الهيويد بون. تمام. الفانكشن شو وظيفتها؟ when scapula is fixed it depresses and at the same time it stabilizes the hyoid bone. يعني بحكي لي انه scapula لما تتثبت عندي فهي بتنزل لي وبنفس الوقت بتثبت لي الهيويد بون. تمام. يعني هي باختصار انا شو بصير عندي، بثبت الscapula وبخفضها شوي لتحت وبثبتها، وبنفس الوقت كمان بثبت مين؟ الهيويد بون. شو العصب اللي بيغذيها؟ اللي هو انسا سيرفيكالس. تمام. العضلة اللي بعدها اللي هي ستيرنو هيويد مصل اللي هي هاي هي وين احنا نحولنا. طيب هاي عندي الستيرنو هيويد مصل. تمام. شو بحكي لي عنها؟ الاوريجين posterior surface of both the manubrium and sternal end of the clavicle. يعني باختصار هيو لو نلاحظ انا هون عندي سترنو هيويد بون، الاوريجين تاعها من وين؟ من عند المانوبريوم تاع الاسترنال ومن عند الاسترنال اند تاعت الكلافيكل. مش هاي الكلافيكل عندي، مش هاي اسمها سترنال اند صح؟ فمن هون الاوريجين تاعها، وكمان من عند المانوبريوم تاع الاسترنال تاع الاسترنم. تمام. الانسيرشن تاعها شو هو؟ lower border of the hyoid bone body of the hyoid bone. نفس الشيء هيو مربوطة بالحد السفلي للهيويد بون. طيب الفانكشن شو وظيفتها؟ stabilizes the hyoid bone and covers the sternothyroid and thyroid muscles. يعني هي بتثبت لي الهيويد بون وبتغطي لي sternothyroid والthyroid muscle. هيو لو تلاحظوا مش أنا عندي هاي sternohyoid وراها في عندي sternothyroid فهي بتغطي لي sternothyroid، وهنا أنا في عندي thyroid muscle. فلو تلاحظوا sternohyoid بتغطي لي thyroid muscle وبتغطي لي sternothyroid muscle وكمان بتثبت لي الhyoid bone. شو العصب اللي بغذيها؟ برضو أنسى cervicalis. طيب thyroid muscle اللي هي هاي هي زي ما شفناها قبل شوي اللي هي هاي. تمام. شو بحكي لي الأوريجين تاعها؟ بحكي لي oblique line الأوريجين تاعها. الانسيرشن the lower border of the hyoid bone هيو لو نلاحظ هاي اللور بوردر الحد السفلي للهيويد بون. هي أصلا من شو حكينا عنوانه؟ حكينا العنوان infrahyoid region يعني الحد السفلي للهيويد بون. فلو تلاحظوا كل الانسيرشن lower border of the hyoid bone. تمام؟ تمام. الفانكشن شو وظيفتها؟ elevates the larynx depresses and stabilize the hyoid bone. يعني انها بترفع لي الحنجرة وبتخفض لي وبتثبت لي او بتنزل لي وبتثبت لي الهيويد بون. طيب اخر واحدة من الانفراهيويد ريجن اللي هي sternothyroid muscle اللي هي زي ما شفناها اللي هي هاي هي هاي الستيرنوثايرويد مصل اللي جاية وراء الستيرنوهايويد مصل. شو الأوريجين تاعها؟ posterior surface of manubrium sternum. هيو لو تلاحظوا طيب أنا هون عندي خليني أشيل هاي عشان تقدروا تشوفوا هاي هي الستيرنوثايرويد. تمام. لو تلاحظوا الأوريجين تاعها من المانوبريوم sternum. تمام. شو الانسيرشن تاعها؟ thyroid cartilage on the outside surface. يعني هي زي بتكون داخلة بالثايرويد كارتلج من السطح الخارجي يعني. تمام. يعني هيو لو نيجي نشوف مش راح تنفع المشكلة في عضلات كثير عشان يعني هون أنا في عندي الثايرويد كارتلج. تمام. للأوتسايد سيرفس تاعها. طيب نحكي عن خلاص ما ضلش كثير muscles that pull the head of the humerus towards the glenoid fossa. شو هاي العضلات؟ أول إشي عندي subscapularis. شو الأوريجين تاعها؟ خلينا نشوف أول إشي. طيب خلينا نعمل هيك مش هيك. طيب أنا هون في عندي هاي اللي هي subscapularis. تمام. الأوريجين تاعها وين رحنا؟ طيب الأوريجين تاع السبسكابيولاريس شو هو؟ بحكي لي سبسكابيولار فوسا من اسمها.
تمام الانسيرشن لسر تيوبيركل اوف ذا هيوميروس. طيب يعني الليسر تيوبيركل الموجوده بالهيوميروس هيو زي ما احنا شايفين انها بتدخل بالليسر تيوبيركل، مش هون انا في عندي الليسر تيوبيركل تاعت الهيوميروس، فهي بتدخل بالليسر تيوبيركل تاعت الهيوميروس. تمام فانكشن شو وظيفتها؟ بوش ذا هيد اوف ذا هيوميروس توورد ذا جلينويد فوسا. ما هي ما احنا حكينا هون العنوان انها بتسحب لي او بتدفع لي يعني الراس الهيوميروس لجهه الجلينويد فوسا. تمام ثاني وظيفة اللي هي medially rotators the arm، إنه يعني بتدور للأرم medially. طيب location أو موقعها on the anterior part of the shoulder joint، هيو زي ما شفنا هاي shoulder joint وهيها هي بال anterior part of shoulder joint. طيب supraspinatus muscle اللي هي هاي هي من اسمها supraspinatus يعني فوق السباين اللي هي هاي هي. تمام طيب شو الأوريجين تاعها؟ supraspinatus fossa. طبعا هذول الاوريجين تاعهم سهل يعني من التسميه، هاي سبسكابيولاريس مسل الاوريجين تاعها سبسكابيولار فوسا، سوبرا سباينيتس الاوريجين تاعها سوبرا سباينيتس فوسا. طيب الانسيرشن تاعها شو هو؟ لاترالي اندر ذا اكروميوم بروسيس ذن ذا هايست فاكت اوف ذا جريتر تيوبيروسيتي. يعني بحكي لي هي باختصار لو تلاحظوا هي اول شيء من عند الاكروميوم بروسيس لعند وين؟ لعند ال الجريتر تيوبيروسيتي هيو. تمام تمام شو الفانكشن تاعيتها؟ اول شيء بولز ذا هيد اوف ذا هيوميروس توورد ذا جلينويد فوسا زي اللي فوقها. تمام او هاي عفوا باش هاي بولز. تمام ثاني وظيفه اللي هي ابدكت ذا شولدر جوينت ان ذا شولدر جوينت انها بتبعد لي يعني الشولدر جوينت. location وين موجودة؟ posterior هيها من ورا جاية. تمام الثالثة اللي هي infraspinatus من اسمها infra يعني تحت الspine هيها. تمام infraspinatus هيها تحت الspine. طيب شو بحكي لي عنها؟ infraspinatus fossa origin تاعها الانسيرشن تاعها middle fact of the greater tubercle زي اللي فوقها بس اللهم اللي فوقها كمان تحت الأكروميوم بروسيس. تمام الفانكشن تاعيتها external rotation بتعمل لي external rotation وبتسحب لي the head of the humerus towards the glenoid cavity. وين مكانها؟ posterior من ورا برضه. طيب آخر واحدة اللي هي teres minor اللي هي هاي هي عندي teres minor. شو بحكي لي عنها الأوريجين؟ بحكي لي lateral border of the scapula. هاي السكابيولا عندي صح؟ هون عندي السكابيولا وهون عندي اللاترال بوردر، فهي من اللاترال بوردر تاعت السكابيولا. خلينا شو اشيل هاي عشان تشوفوا. طيب هيو انا عندي السكابيولا صح وهون عندي اللاترال بوردر. هيو تيريس ماينر الاوريجين تاعها من اللاترال بوردر اوف سكابيولا. تمام طيب بحكي لي ميدل فاكت اوف ذا جريتر تيوبيركل اللي هو الانسيرشن تاعها. فانكشن شو وظيفتها؟ ات ستابلايز ذا جوينت يعني بتثبت لي الجوينت يعني بتسحب لي اياها. بتعمل لي ادكت للارم يعني بتقرب لي اياها بتقرب لي ذراع. ميديالي روتيترز ذا ارم يعني انها بتدور لي اياها ميديالي. وبتعمل لي اكستنشن بتمد لي اياها. وبتعمل لي لاترالي روتيترز للارم، فهي اكثر وحده لها وظائف. تمام وين مكانها؟ برضه بوستيريور من ورا. آخر إشي عنا في التفريغ اللي هي التيرس ماينر. شو بحكي لي اللي هي هاي هي هاي هي عفواً التيرس ميجر. هاي التيرس ميجر عندي. تمام شو بحكي لي عنها؟ الأوريجين ستارت بوستيريرلي أرث سكابيولا يعني بتبدأ بوستيريرلي يعني من خلف السكابيولا. هاي السكابيولا عندي وهاي التيرس ميجر. إنسيرشن تاعها كريست أوف ذا ليسر تيوبيركل بتدخل يعني بالكريست تاعت الليسر تيوبيركل. وبحكي لي تيريس ميجر is lateral to the tendon of latissimus dorsi يعني انها بتيجي laterally من التندون تاع latissimus dorsi. هاي latissimus dorsi صح؟ فهي جاية laterally من latissimus dorsi يعني هاي هون عندي latissimus dorsi انا هيك بمشي laterally فهي هاي. تمام بحكي لي from a superior view you can see how teres major come anteriorly why its origin is posteriorly. يعني زي ما احنا شايفين انه الاوريجين تاعها او عفوا بحكي لي انه teres major بتيجي من الامام اما الاوريجين تاعها من الخلف يعني هيو هي بتبلش من هون. تمام
اما الاوريجن تاعها من وين؟ هاي الاوريجن تاعها صح، بس هي زي هيك حركه الفايبرز تاعتها انتيرير باتجاه الاوريجن. تمام تمام، هيك بنكون خلصنا يعني الملخص. سامحوني على الإطالة وسامحوني يعني إذا في إشي ما وضح، حاولت إني أوضح كل إشي قدر المستطاع، بس زي ما أنتم شايفين التفريق كله حفظ وبصم. يا رب إني أكون سهلت عليكم الحفظ. ويعني هاي يعني الماسكولار سيستم هو تقريبا أزنخ سيستم بالفاينل كله، فإذا بتخلصون بتكونوا يعني قطعتوا شوط كبير كثير. الله يعطيكم العافية صميم.